رأيها المتواصل للتنمية الذي يدفعها لتكثيف جهودها في مجال الاستكشاف والإنتاج، تستثمر سوناتراك بشكل كبير في رؤيتها للمستقبل. من عمق صحرائنا في الجنوب الغربي للبلاد، وتحديداً بولاية تيميمون، قامت سوناتراك بإنجاز 3 حقول جديدة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي، يتم فيها إدماج أحدث التقنيات. حاسب حمو وحاسي تجران وتنركوك، 3 مواقع بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر ب14 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، تستخدم فيها أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة، والتي تسمح بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والتقليص من البصمة الكربونية خلال عمليات الإنتاج. كما تعتمد مراكز معالجة الغاز بهذه الحقول نموذجاً تكنولوجياً وحداتياً يسمح بتشغيل وصيانة المعدات دون انقطاع عملية الإنتاج. يعد حاسب حمو أكبر الحقول 3، إذ يتضمن 24 بئراً متصلة بالموقع عبر شبكة تجميع طولها 110 كيلومتر، متصلة بأنبوب نقل الغاز GX7، وقد تم تزويده بمركز معالجة يتضمن 4 خطوط فصل وإنتاج تبلغ طاقتها الإجمالية 6 ملايين متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي. كما تم دعم حقل حاسب حمو ببنية تحتية متكاملة تضم قاعدة حياة بقدرة استيعابية ب270 سرير، خط طريق طوله 150 كيلومتر، مدرج هبوط بطول 1.7 كيلومتر. من جانبه يحتوي حقل حاسي تجران على 11 بئرا متصلة بالموقع عبر شبكة تجميع طولها 119 كيلومتر، متصلة بدورها بأنبوب نقل الغاز GX7. كما تم تزويده بمركز معالجة يضم قطارين بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين متر مكعب يومياً. ويتوفر حقل حاسي تجران على بنية تحتية متكاملة تشمل قاعدة حياة بقدرة استيعابية ب230 سرير، خط طريق طوله 19 كيلومتر، مدرج هبوط بطول 1.7 كيلومتر. أما موقع تنركوك فيتضمن 16 بئراً متصلة عبر شبكة تجميع طولها 220 كيلومتر، متصلة كذلك بأنبوب نقل الغاز GX7، وقد تم تزويده أيضاً بمركز معالجة يتضمن 3 قطارات بطاقة إنتاجية قدرها 4 ملايين متر مكعب يومياً. كما تم تهيئة حقل تنركوك بقاعدة حياة ذات قدرة استيعابية ب230 سرير. هذا وتتمتع المواقع 3 بالاكتفاء الذاتي من حيث توليد الطاقة الكهربائية، كما تعتمد أحدث أجهزة القياس المطابقة للمعايير والمقاييس الدولية المعمول بها. وساهمت في إنجاز هذه المشاريع 3 شركتان فرعيتان لسوناتراك، وهما الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، مدعومتين بشركة كوسيدار. سواعد جزائرية تكتب بأحرف بارزة صفحة جديدة في تاريخ سوناتراك، التي تتجه بخطى واثقة لدفع الجزائر نحو مستقبل مستدام.